احد المقاتلين جمال احد الدواعش في داخل الكنيسه. التواصل بين الجيش العراقي والبشمركه وايضا القوات التركيه موجوده على الارض. مشاهدي الكرام، قناه الفلوجه متواجده في داخل ناحيه بعشيقه. تصور حجم الاضرار. قناه الفلوجه هي في داخل هذه الكنيسه. نترك الصوره هي اللي راح تتكلم. هذه العوائل الان بدات تنزح من منطقه هوك جلي. ترى ان العمليات العسكريه ليست ببعيده من هنا. فتحت ممرات آمنة لهذه العوائل التي كانت محاصرة. مأساة، ذبح، قتل، تهجير. النازحون يمرون بأزمة حقيقية. الله محييكم عند أهلكم. تسمع شنو احتياجاتكم ترجع إن شاء الله مثل ما كان.